مرة طلعت بسيارة تاكسي مع شوفير من شي 25 سنة، فبيقول لي انه عنده بنته مزوجها لرجل، قال له الزوج بدي اياكي تشبحي الايشار. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. راحوا يسهروا سوا، قال له الزوج طلبت لك أرجيلة. اليوم كثير نسوان طلعوا قاعدين بالكافيتريات عم يطالعوا من خشيشهم، عم يطالعوا دخنة الأرجيلة. ايه نعم، وتلاقيها مسلطنة وقاعدة وين بيحبوا يقعدوا على الواجهة مشان تشوف الرايح والجاي، والرايح والجاي يشوفها انه هي متحضرة. ايه نعم، انه هي مثقفة. فبيقول لها زوجها بيطلب لك أرجيلة. لا، أمس كنا في صلحة عم نحكي مع الزوجة، فعم نقول لها أنت بنت حلال يعني، ولابسة غطى صلاة وخراطة الصلاة، وقاعدة هيك على طرف وكذا، وزعلانة وهي عم تحكي. ما لقيتها طلعت باكيتها الدخان، سحبت سيكارة. إيه نعم، هالقداحة تلاقي شعلتها هيك قداحة إلى ضوء من سفلة. إيه نعم، وبخت لها بختين هيك دخان. والله يا شيخ الدنيا ما عاد فيها امان. من السلام عليكم، ما عاد فيها امان. ليش انت في امان بالقعده جنبي؟ سيكاره، يلا لا يوفقك. إيه نعم، السيكاره بايد الزلم معيبه، لانه امر مخالفه شرعيه. والولد لما يشوف بايد ابوه سيكاره بده يتنقل منه، لانه ابني انا قدوته. اول قدوه بياخذها الولد هو ابوه، بعدين لما بيطلع على المجتمع بيصير بنقي بقى بمين بده يقتدي، بس بيكون تشرب اطباع ابوه. لذلك هنا عم سبحان الله بتلاقي يعني قعدت قال تدخن. سبحان الله، تمنيت الدخنه تطلع من راسها انا هي قاعده وتدفع عليها والله. نعم، اذا ويكون مباحا شرعا. اذا امر بشغله مخالفه للشريعه ما بترد المراه، لا ما بتطيع.